يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، يوم المفاجآت العالمي. طبعا متعه الكره كلها الحقيقه تشامبيونز ليج، وتابعنا امبارح لقاءات كتيره جدا، منها طبعا نجمنا المصري محمد صلاح اللي تفوق امبارح مع ليفربول على بورتو بنتيجه 5-1. الحقيقه امبارح في مفاجآت كتيره جدا، يعني طبعا ابرز واهم مفاجاه، هي مش مفاجاه ممكن تقول كده، صدمه بكل ما تحمله الكلمه من معاني، خساره الريال على سانتياغو برنابيو طبعا على ملعبه، استثمارات بالملايين ونجوم بنزيما وفينيسيوس جونيور وكازاميرو وكورتوا، ويطلع فريق مجهول ما حدش يسمع عنه. مين يا جماعه يعرف مين فريق شريف تيراسول ده؟ يعني انا لو سالت الناس النهارده الفريق ده بيلعب في دوله ايه، 90% من الناس، 100% من الناس مش هتبقى عارفه هو بيلعب فين ولا مين اللعيبه اللي بتلعب فيه، ورغم كده تفوق على الريال على ارضه وعلى ملعبه بنتيجه 2-1. المفاجأة الثانية الحقيقة اللي كانت، يعني هي مش مفاجأة، وطبعا في فوارق بين الفرقتين، لكن يظل بورتو على أرضه وبين جمهوره واحد من الفرق اللي صعب قوي تخسر بخماسية. ما عنديش مانع انها تخسر من ليفربول بنجومه وفي وجود محمد صلاح وساديو ماني، لكنك تخسر بخماسية على أرضك وعلى ملعبك، دي كانت طبعا واحدة برضو من المفاجآت. وطبعا المباراة الجماهيرية او الأكثر شعبية امبارح اللي الناس كلها يمكن ركزت معاها وتابعتها بكل تفاصيلها، كانت المواجهة النارية اللي جمعت بين بي اس جي وبين مانشستر سيتي. ومش عارف ليه انا امبارح المباراة دي افتكرت، لانها شايفها كربون الحقيقة، ماتش سان داونز والاهلي هنا في استاد القاهرة. ازاي يبقى عندك اخطر ثلاثة، مش هقول اخطر، هقول ثلاثة من اخطر اللاعبين على مستوى العالم، فريق بيضم ميسي وبيضم نيمار وبيضم امبابي، وتحطه في نص ملعبه 90 دقيقة على أرضه في وسط جمهوره، إزاي؟ يعني إزاي المان سيتي قادر يعمل ده؟ بصرف النظر عن نتيجة المباراة اللي بعتقد إن السبب فيها الأول معشوقي الأول بيب جوارديولا والتكتيك اللي لعب بيه مع بي اس جي على ملعبه، لكن في النهاية نجح البي اس جي إن هو يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-0. النهاردة يوم العالمي، وهنتكلم طبعًا على الماتشات والمواجهات المنتظرة اللي برشح منهم لحضراتكم. طبعا النهارده مواجهه هتبقى اعتقد معارض تقيل، اليوفي مع تشيلسي، الكره الايطاليه والكره الانجليزيه، والفرقتين الحقيقه بيضموا عدد كبير جدا من النجوم، فاعتقد انها المواجهه الاهم والابرز، لكن ده ما يمنعش ان في مواجهات ثانيه ممكن يكون فيها كوره حلوه. عندنا بايرن ميونشن مع دينامو كييف، عندنا مانشستر يونايتد مع فيا ريال، وعندنا البارسا اللي بيعاني بشده الحقيقه واللي هيقابل بنفيكا. وبمناسبة البارسا، بما انه فريق ليه جمهور وقدم متعة سواء لجمهوره او لعشاقه او للناس حتى اللي ما بتحبش البارسا، لكن ما حدش يختلف انه لسنين طويلة جدا كان الفريق الاكثر متعة على مستوى العالم، والناس اللي كانت مستنية ان هو يجي بسرعة او يرجع يعود سريعا. يعني خليني اقول لحضراتكم انه ده امل مؤجل، لانه الحقيقة الليجا، رابطة الليجا الاسبانية قررت انها تضيف صدمة على صدمات البارسا وتخفض او تخفض من معدل انفاقه على النشاط الكروي والصفقات في الشتاء اللي جاي بنسبه 71%. يعني البارسا السنه اللي فاتت في يناير تحديدا كانت ميزانيته 347 مليون يورو. الليجا قررت انها تخفضها السنه دي لحوالي 90 مليون او 97 مليون يورو، بالتالي اعتقد يعني هتستمر معاناه البارسا شويه. قبل ما ندخل في يوم العالمي ونكلم حضراتكم على مواجهات امبارح ونكلم حضراتكم كمان على مواجهات المنتظر النهارده، سريعا جدا اعدي مع حضراتكم على اخبار النادي الاهلي. والحقيقه يمكن مستر بيتسو موسيماني بعد تمرين خفيف النهارده قرر ان هو يريح الفرقه لمده 3 ايام، وترجع ان شاء الله للتمرين مره ثانيه يوم الاحد اللي جاي. كمان اطمنكم على كهربا وعلى طاهر، محمد طاهر هيرجعوا ان شاء الله باذن الله بدايه من تدريبات الاحد، يرجعوا مره ثانيه للتدريبات، والاصابه اللي كانت عندهم او المشكله اللي كانت عندهم تنتهي ان شاء الله باذن الله، ويرجعوا ينتظموا مع الفريق بدايه من يوم الاحد. دكتور احمد ابو عبله كمان طمنا على حاله تجهيز حسين الشحات وياسر ابراهيم، الاثنين كانوا بيعانوا من اجهاد في العضلات، الشحات تحديدا اجهاد في الضمه، وياسر ابراهيم اجهاد في الاماميه، وطمنا من دكتور احمد ابو عبله على حاله الاثنين، وان شاء الله باذن الله ينفذوا البرنامج التاهيلي والعلاجي ويكونوا موجودين ان شاء الله مع الفريق قريب جدا. طيب نروح لمنتخب مصر اللي عنده تمرين النهارده اساسيه قبل ان شاء الله المواجهه المنتظره، مواجهه منتظره هي مباراه وديه لكنها منتظره عشان نطمن على المنتخب المصري ان شاء الله قبل ما يواجه ليبيا رايح جاي في تصفيات كاس العالم. مواجهه بكره مهمه جدا لانها مقياس على المستوى والاداء اللي هنواجه بيه
منتخب صعب وهو في بيتصدر المجموعه دلوقتي، فبالتالي اعتقد انه كارت الاطمئنان الوحيد على الـ 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 الاسلوب والطريقه اللي هيلعب بيها مستر كارلوس كيروش في ماتشين ليبيا. مهم كمان اقول لحضراتكم انه راجل مكشر عن انيابه، يعني مستر كارلوس كيروش في المعسكر قال للناس بشكل واضح وصريح: انا ما عنديش نجوم، انا عندي لعيبه مضطره او مجبره انها تفهم وتحفظ وتنفذ طريقه الاداء عشان تستعيد او يستعيد المنتخب المصري شخصيته، على حد تعبير مستر كارلوس كيروش، شخصيته اللي كانت غايبه. الراجل تابع ماتشات المنتخب في الفتره الاخيره وقال لك انه انا ما حسيتش المنتخب كان عنده شخصيه، وبالتالي على كل لاعب انه ينفذ المطلوب منه داخل الملعب عشان يضمن تواجد مستمر في المنتخب. ما عدا ذلك ما يهمنيش ولا يعنيني مقدار نجوميتك ولا المردود ولا المستوى اللي انت بتقدمه مع ناديك، وحذر طبعا من فكره انه الناس تستقبل اي حد في معسكر الفريق. بعد تألق الحقيقه اكتر من رائع لصلاح، ومش بس في ماتش بورتو امبارح، تقدر تقول انه صلاح سواء كان مستوى ليفربول في القمه او حتى في تراجع، صلاح محافظ على نفسه ومحافظ على مستواه. نجاحات كبيره جدا وارقام كبيره جدا كسرها محمد صلاح مع ليفربول. من وجهه نظرك كواحد من عشاق صلاح، واعتقد المصريين متفقين على حب محمد صلاح بعد التألق الشديد ده، من وجهه نظرك الافضل لصلاح انه يستمر مع ليفربول ولا من الممكن ان احنا نشوفه مع نادي تاني؟ في انتظار رايكم واجابتكم، وتعالوا بقى ندخل في تفاصيل حلقتنا في السادسه النهارده بس بعد الفاصل. المجد كله صنعه في البارسا، محدش يقدر ينكر الحقيقه دي، وكان الملك المتوج في الكامب نو لسنين طويله جدا. صنع مجده وحقق اعظم انجازاته وهو لاعب في برشلونه، بتكلم طبعا على ليو ميسي، والكلام كله ازاي ينط والمركب بتغرق. ما اعتقدش انه في حد ممكن يختلف على انه السبب الرئيسي اللي خلى ميسي يقرر ان هو ينهي علاقته بالبارسا وبجماهير البارسا اللي ارتبطت بيه وحبته وعشقته على مدار سنين طويله ما كانش ابدا الفلوس. اعتقد انه الهدف الرئيسي اللي حرك او اللي خلى ميسي ياخد قرار انه يسيب البارسا وتكون وجهته اللي بعدها بي اس جي او الدوري الفرنسي، على الرغم ان هو دوري مش قوي، المنافسه فيه تكاد تكون معدومه، هو هدف وحيد ان هم يحقق او انه يقدر يحقق معاهم الشامبيونز ليج، وبالتالي السبب الشخصي بقى او الدافع الشخصي انه يكون عنده فرصه على انه يحقق مزيد من الالقاب، واحد، واثنين انه يحافظ على اللقب المفضل بالنسبه له وهو افضل لاعب في العالم، واللي مش ممكن او اللي شايف ميسي انه مش ممكن يقدر يحقق ده مع بارسا في السنوات القادمه. لكن السؤال هل شايفين انه بي اس جي بكل تشكيلته وبكل النجوم والاسماء الكبيره جدا اللي بيضمها الفريق قادره على انها تحقق لقب الشامبيونز ليج؟ اشك. وعلى كل الاحوال الملعب قدامنا والمسابقه بدات والنتيجه هتبان في خلال شهور قريبه جدا، لكن محدش يقدر ينكر انه في اللقطات او في اللحظات البسيطه اللي ظهر فيها ميسي لغايه دلوقتي يبدو انه ميسي بنكهه مختلفه تماما عن نكهه بارسا. ميسي مختلف، شفنا يمكن لقطتين اثروا جدل كبير جدا. اللقطه الاولى كانت اللقطه اللي خرج فيها ميسي من الملعب وحاله الاعتراض او حاله الخلاف مع بوتشيتينو المدير الفني الارجنتيني برضو بالمناسبه، ويبدو ان البي اس جي هيكون بنكهه ارجنتينيه، عندنا بوتشيتينو مدير فني، عندنا ليو ميسي نجم نجوم الارجنتين، وعندنا كمان دي ماريا واحد من اهم الاسماء واللاعبين في الفريق. واللقطه الثانيه اللي برضو اثارت جدل هي وضع ميسي في واحده من لقطات ماتش امبارح، اللقطه طبعا المصريين ما فوتوهاش طبعا، القلش والسف نزل ايه على السوشيال ميديا، وكانت اللقطه اللي نام فيها ليونيل ميسي على الارض ورا الحيطه في لقطه غريبه جدا على نجم بحجم ليونيل ميسي، وناس كتيره جدا استغربت وناس كتيره جدا شايفه انه ما ينفعش ميسي ينام على الارض. ليه يا جماعه؟ انت بتتكلم على عقليه لعيبه محترفه. ناس كتير جدا اخذت عليه موقفه في الاعتراض على وجهه نظر المدير الفني في خروجه من الملعب، لكن في لقطه تانية بيثبت ميسي انه ما فيش فرق وانه اي لاعب مهما كان اسمه وحجمه يظل دايما في خدمه فريقه، وده الدور اللي لعبه ميسي لما نام امبارح على الارض ورا الحيطه في اللقطه اللي حضراتكم شايفينها امبارح والمصريين ما فوتوهاش طبعا ونزلوا عليها على السوشيال ميديا ضحك طول النهار. خلينا ناخد رأي واحد من نجوم الأرجنتين، سيرخيو باتيستا نجم كالياري السابق طبعا، وكان بالمناسبة مدرب منتخب الأرجنتين اللي درب اثنين من نجوم أرجنتين وبي اس جي، دي ماريا وليونيل ميسي، هيكون معانا على شاشة الأهلي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية أهلا بيك وبشكرك على قبولك الدعوة ووجودك معانا في السادسة على شاشة الأهلي.
سينيور باتيستا، الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت بالنسبه لك واضح كده. بسالك طبعا، بشكرك طبعا على وجودك معانا، وخليني ادخل في الموضوع على طول عشان وقتنا. ازاي شفت بدايه، قبل ما اتكلم على ظهوره مع بي اس جي، ازاي شفت قرار ليونيل ميسي بالانتقال او بترك البارسا والانتقال للبي اس جي؟ Entonces, ¿cómo has dicho as... طيب هنحاول ان احنا نرجع بنحاول نعود الاتصال بيه مره ثانيه لانه عندنا مشاكل تقنيه. لكن زي ما قلت لحضراتكم، يبقى السؤال او العلامه الفارقه في مشوار ميسي مع البي اس جي مش ابدا يكون تحقيق بطولات محليه، لانه الدوري الفرنسي اضعف بكثير جدا من ان احنا نتكلم على رغبه ميسي في ان هو يحقق دوري او يحقق كاس في فرنسا. لكن تبقى الهدف الاساسي بالنسبه له هو تحقيق الشامبيونز ليج. السؤال هنا، هل كتيبه بوتشيتينو قادره على تحقيق ده؟ وهل الاسماء الكبيره في بي اس جي قادره على تحقيق ده؟ شفنا موسمين فشل فيهم البي اس جي في التتويج ببطوله الشامبيونز ليج، هل الثالثه ثابته؟ وهل كبار القاره الاوروبيه زي بايرن ميونخ وزي المان سيتي يقدروا ان هم يسيبوا البي اس جي يتوج باللقب؟ امبارح طبعا المواجهه كانت كاشفه، يعني اعتقد انه على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي تفوق مانشستر سيتي في بارك دو برانس في باريس على البي اس جي، ورغم كده طبعا باريس قدر يحسم المباراه نتيجته بنتيجه 2-0 لصالحه. لكن اعتقد انه المستوى والمردود اللي قدمه البي اس جي امبارح بيقول انه مش فريق جاهز للمنافسه على لقب الشامبيونز ليج. هنشوف ونتابع طبعا مع حضراتكم تطورات طيب سيرخيو باتيستا رجع لنا مره ثانيه. مره ثانيه برحب بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على وجودك معانا في السادسه. سينيور باتيستا، سؤالي الاول، هل كنت مع ام ضد انتقال ليونيل ميسي من برشلونه للبي اس جي؟ انا شايف ان ميسي، انا سعيد جدا باداء ميسي. سيجاس سيجاس ميسي كان منتظر الجون ده اكتر من اي حد اخر. انا شايف ان هو كان بحاله جيده جدا. اظهر ان هو لاعب على قدر النجوم، ان هو قادر ان هو يقود الفريق للشامبيونز. بدايه بس انت كنت مع، انت قمت يعني قمت بتدريب ليونيل ميسي وشارك تحت قيادتك في منتخب الارجنتين في دوره العالم الاولمبيه في بكين، لكن خليني اخد راي وجهه نظرك في انتقاله اساسا للبي اس جي، انت كنت مع هذا القرار ولا ضده؟ انا طبعا حظيت بفرصه ان انا ادربه مع منتخب الارجنتين الاول. طبعا اعتقد ان ميسي سعيد بانتقاله من برشلونه. هو ما كانش عارف في البدايه ان هو، وانا نفسي ما كنتش متخيل ان هو يقدر يرحل، لكن دي مساله هو كان يعني قررها، لان هو كان في القرار كان في ايد برشلونه يمكن اكتر، كانش في ايده ان هو يستمر. لكن هو في الاخر راح نادي يمتلك فيه اصدقاء كتير، وهيبدا ان ليونيل يبحث عن اهدافه العظيمه اللي بيبحث عنها وهي تحقيق الشامبيونز ليج مع باريس. في برشلونه كان ميسي هو النجم الابرز، هل تتوقع انه يستمر الوضع ده في بي اس جي؟ اعتقد ان حتى الوقت الحالي، اعتقد ان دلوقتي في نجوم كبار طبعا في بي اس جي زي نيمار وميبابي، وهناك تقريبا 2 أو 3 من افضل لعيبه العالم. ميسي طبعا ممكن يبقى رقم واحد ويستمر في ذلك، هو لسه هيستمر بطريقه نفس اللعب وما كان بيلعب مع برشلونه والنجوميه اللي هو كان عليها، وهيستمر على ذلك رقم واحد. يقدر ميسي، وده يمكن كان السبب الرئيسي في رغبه بي اس جي في التعاقد معاه، يساعد باريس سان جيرمان على ان هو يتوج بلقب البطوله اللي بيبحث عنها بقاله اكثر من موسم؟ هل تعتقد انه كتيبه بوتشيتينو قادره على ان تحقق لقب الشامبيونز ليج الموسم ده؟
قادر بكل شكل على قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بالشامبيونز. بالتأكيد هيقدم كل ما لديه من إمكانيات تعلمها مع برشلونة، مع فريق جديد، مع باريس سان جيرمان. الأمر ليس سهلا هناك، لكن باريس سان جيرمان لديه فريق كبير ومدرب كبير، وهو بوكيتينو، لديه خبرة كبيرة وبالتأكيد لعيبة كبار. لكن رغم ذلك الأمر ليس سهلا، لكن أعتقد أن ميسي هيقدم كل ما عليه، كل ما لديه، بما أنه هو لعيب رقم واحد مع باريس سان جيرمان للفوز بالشامبيونز. البعض يمكن وصف اللقطة اللي كان فيها ميسي بيخرج من الملعب بناء على رغبة بوتشيتينو بأن في حالة توتر، على الرغم أنه مدرب أرجنتيني وعلى الرغم من أنه واحد من أفضل مدربين في العالم، لكن يبدو أنه العلاقة بينهم متوترة. هل استقبلت نفس، أو هل ليك نفس وجهة النظر، ولا ليك رأي تاني؟ اوقات كتير الواحد بيبقى دايما الى جانب المدرب، المدير الفني في مواقفه. انت ممكن تشوف ان هو ميسي ما ينفعش ان هو يخرج، لكن لازم المدرب يفكر في الفريق، وده اللي بوكيتينو فكر فيه. دايما المدرب يبقى عايز ان هو يحافظ على النتيجه، ممكن يبقى عايز يغير المدافع مهاجم ويدخل مدافع مكانه، لذلك الامر صعب ان هو يشوفوه من بره. لكن اعتقد ان العلاقه ما بينهم جيده جدا. اعتقد ان ميسي ما كانش متضايق من بوكيتينو. العلاقه ما بينهم لن تسوء بمجرد استبداله في مباراه، لكن احيانا علينا ان احنا نفهم ونقدر دور المدرب وتعامله مع نجوم كتير في الفريق. ازاي شفت اداء البي اس جي واداء مانشستر سيتي في المواجهه الاهم امبارح في الشامبيونز ليج، ورايك في نتيجه المباراه وقدره كل فريق منهم على يعني انه ينافس على بطوله الشامبيونز ليج؟ باتيستا، طيب يعني يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بيه مره ثانيه. حقيقه زي ما قلت لحضراتكم، يمكن مباراه كانت في سيرها، كانت سيطره، استحواذ، فرص اكتر للسيتي، لكن فشل في ترجمه اي فرصه منه. واعتقد انه بيب جوارديولا عانى بشكل اساسي امبارح من عدم وجود المهاجم الصريح اللي يبقى عنده القدره انه يترجم السيطره دي لاهداف. فكره انك انت تهاجم طول ال 90 دقيقه وتحط البي اس جي في نص ملعبه وتسيب المساحات اللي ممكن من خلال كرة او اتنين زي ما حصل طبعا في كرة امبابي وميسي انه في مرتدة يخلصوا كرة، نتكلم على ثلاثة من اخطر اللاعبين في العالم، نيمار حتى وان غابوا، يعني ميسي يمكن امبارح ما حسيناش بوجوده طول المباراة، لكن في لقطة واحدة قدر يخلص وينهي على امال المان سيتي. على كل الاحوال عندنا كلام كتير على ماتشات امبارح، عندنا كلام كتير على الريال وشرف المولدوفي، عندنا كلام كتير على ماتشات النهارده، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. يا اهلا وسهلا بحضراتكم. نفتح بقى كلامنا في الشامبيونز ليج. امبارح كان ماتشات يعني في منتهى القوه. طبعا انا بيتهيالي انه الماتشين اللي المصريين تابعوهم بشكل اساسي كان مواجهه بورتو مع ليفربول عشان طبعا نجمنا محمد صلاح، وكمان ماتش السيتي والبي اس جي، بما انه مواجهه بين قوتين عظمتين دلوقتي في بطوله اوروبا او في قاره اوروبا، عشان كده يمكن الماتشين دول اكتر ماتشين كانوا فيهم نسبة متابعة. لكن ده ما يمنعش انه كان في صدمة ما بعد الماتشين لما الناس دخلت بقى تتابع وتشوف النتائج، لقيت انه الريال شال على ارضه. يعني الريال بكل نجومه، بسلطاته، ببابا غنوجه، بيلعب فريق طبعا يعني غالبا الناس اول مرة تسمع عنه امبارح، ويخسر على ارضه وعلى ملعبه مع انشيلوتي ومع بنزيما ومع كورتوا ومع كل اللي انت عايز تقوله 2-1. كانت مفاجأة كبيرة الحقيقة. وهنتكلم كمان طبعا على ماتشات النهارده. المواجهه زي ما قلت لكم الاهم عندنا تشيلسي واليوفي، صدام اعتقد هيبقى قوي جدا. عندنا اليونايتد مع فيا ريال، عندنا بايرن ميونخ مع دينامو كييف، عندنا بنفيكا مع البارسا. مباراه يعني هي بحكم الاسماء ممكن تبقى مهمه، لكن بحكم المستويات يمكن تكون في المرتبه الاخيره من حيث المتابعه والاهتمام. لكن خلينا نتكلم اكتر على تشامبيونز ليج مع ضيوفنا اللي بنستمتع الحقيقه، انا الحقيقه بستمتع، وبتمنى تكونوا بتستمتعوا دايما يوم الاربعاء بوجود دكتور وليد الحديدي معانا في السادسه. مساء الخير دكتور وليد، منور الدنيا، منتهى السعاده طبعا انت النهارده، يعني شرفني ومبسوط وهارد لك يعني. ولا يهمك الناس هتعرف طبعا هارد لك.
هم اكيد عرفوا يعني خلاص هم خلاص أيوه السوابق أيوه فاكرين صحيح. ومعانا طبعا الاعلامي الصاعد الواعد مينا ماجد محلل الكره العالميه، طبعا جاي لنا النهارده ببلوك عمرو جمال شويه يمكن لما يبان على الشاشه تشوفوه حضراتكم. مساء الخير يا مينا. مساء الفل. اهلا وسهلا. انا سعيد اني معاك حضرتك. منورين الدنيا مع الكره العالميه ومع ضيوفنا طبعا. هنتابع الجي بي اس فقره يوم الاربعاء ونشوف نجومنا المحترفين بيعانوا الحقيقه، يعني اسبوع مش لطيف خالص، بس يعني نتمنى ان اللي جاي بالنسبه لهم يكون افضل. طيب نبتدي بالتشامبيونز ليج. طيب اختاروا لنا انتوا الاول، يعني انا كنت بكلم مع زمايلي، كنت حابب ابتدي بالسيتي والبي اس جي بما انها الصدام الاقوى امبارح. اه طبعا ام المعارك، مباراه هي حملت رقم قياسي باعتبارها الاغلى في تاريخ كره القدم من اول ما اخترعوا الكوره لحد النهارده، بتتكلم في حوالي 2 مليار يورو موجودين على ارض الملعب. قيمه تسويقيه للسكواد بتاع الفريقين، حاجه ما حصلتش في التاريخ ان مباراه تجمع يعني او يبقى على ارض الملعب هذا الكم من الاموال اللي بتجري وتداعب الكرة. الكل كان في انتظار المواجهه، لان باريس سان جيرمان بعد المباراه الاولى والتعادل المخيب للامال طبعا يعني دخلوا مرحله من مراحل الشك، وبدات الناس تقول ان لا هو الشك لسه موجود يا دكتور. ما احنا لسه هنقول يعني يعني هم يعني طبعا ما لهمش جماهيريه كبيره في الوطن العربي، لكن النجوم بتاعتهم بقى ليهم عشاق وليهم جماهيريه من اول طبعا ميسي ومحب نيمار ومحب مبابي. فمؤكد في ناس كتير بقت بتنتظر مباريات باريس سان جيرمان وبقى ليهم قاعده جماهيريه مش عايزين ننكرها. فباريس سان جيرمان بعد التعادل الاول وبعد كمان القصه والازمه اللي دخل فيها ميسي مع بوتشيتينو، وبدات الموضوع بقى والصحافه الفرنسيه والصحافه الاوروبيه تتكلم عن ازمات بتحصل وقصه مبابي اللي لسه مستمره وعدم رضاه عن التواجد، المهم ان كان في قصص في باريس سان جيرمان. فكانت مواجهه السيتي باعتباره واحد طبعا وصيف البطوله السابقه وواحد من اهم المرشحين وواحد من اقوى الفرق في اوروبا حاليا، كانت اختبار حقيقي لباريس سان جيرمان علشان يقول انه موجود وان الفلوس اللي اتدفعت والمرتبات اللي بتتصرف ما ترمتش على الارض. ما ترمتش على الارض واحنا موجودين يا جماعه. النتيجه اللي فاز بيها باريس سان جيرمان تبدو للوهله الاولى وكانها نتيجه كبيره وعظيمه وكانه كان مسيطر على المباراه وكانه فوز مستحق. الكلام ده طبعا انا عارف انه هيعجبك، لكن الحقيقه انا متاكد ان بوتشيتينو ما كانش راضي عن الاداء، هو يتحمل جزء من مسؤوليه المستوى اللي ما كانش عند المأمول. انت بتلعب في ملعبك في حديقه الامراء وسط جمهورك طبعا، ومعاك اجمد يعني اسماء في اجمد حاجه في كل حته. يعني ده الراجل لما بيحب عم بيعمل كده تبادل يعني بين حراس المرمى، معاه احسن لاعب في اليورو، احسن لاعب مش احسن حارس كمان دوناروما، وكيلور نافاز اللي هو واحد من افضل ثلاث حراس في العالم السنه اللي فاتت. وطبعا بقى الكتيبه من اول طبعًا. الدفاع ده راموس قاعد احتياطي يعني اللي هو كان قائد، وفينالدوم قاعد احتياطي ومفيش ايكاردي مفيش ديماريا، يعني الموضوع فعلا مفيش داكسلر مفيش لا الموضوع مستفز يعني. الحقيقه كان في تقدر تقول طبعا النتيجه محترمه جدا، باريس سان جيرمان تخطى عقبه مهمه انه ياخد الثلاث نقط من السيتي، بتديله افضليه انه يصعد عن المجموعه ويبقى قريب من الصعود، لكن المستوى الاداء الجبن في بعض الاوقات المهام الدفاعيه اللي انا ما يتهيأليش يا دكتور وليد ومش عارف مين يتفق معايا ولا يختلف، انه دي الطريقه اللي كان نازل يلعب بيها بوتشيتينو. انا اعتقد انه كان في طريقه ثانيه، بس السيتي اكبر باريس سان جيرمان على انه يلعب بالطريقه دي. يعني وخليني احط لك، هل باريس سان جيرمان كسب المباراه ولا هل السيتي هو اللي خسر المباراه؟ طيب انا متفق مع دكتور رئيس في جزئيه مهمه، وانا ما زلت بتكلم في نقطه. اول حاجه ان بوتشيتينو بقى واحد من خمس مدربين بس في التاريخ اللي عرفوا يكسبوا بيب جوارديولا اربع ماتشات او اكتر في ماتش امبارح، ويمكن هي الفكره انه كان لازم يغير بعض اللعيبه عشان يلعب مانشستر سيتي. ده شفناه بالذات في نص الملعب، كان لازم يبدا بادريسا جانا جي ويبدا جنبه باندر هيريرا وفيراتي عشان يكون عنده لعيبه بتعرف تنزل في نص الملعب، تقدر تامن الوينجين بالذات، ويعرف يعمل كثافه عدديه سواء بالفول باكات مع لعيبه نص الملعب عشان تقفل على اهم نقط عند السيتي الاطراف، لانه في كل الاحوال بيب مش بيعتمد على المهاجم الوهمي، وابتدى انه يصدر او يحط التركيز الاكبر دايما يكون عندي كثافه عدديه في الهجوم، فابتدى يقفل شويه بالطريقه دي. انا مقتنع بنسبه 100% ان بي اس جي امبارح ما كانتش افضل شكل ليه على الاطلاق، وان بيب جوارديولا هو اللي بيصر دايما يلعب بطريقته وساب مساحات، ودي نقطه برضو تحسب عليه في بعض الاحيان، ولكن على الورق
الارقام بالمناسبه تنصف بيب جوارديولا وكان الافضل في المباراه. يمكن في كوره بتاعه ستيرلينج ومن ثم برناردو سيلفا اعتقد دي اسهل فرصه في التاريخ ضاعت امبارح، كانت ممكن تغير الامور بشكل كبير. ف السيتي لو كان سجل الكوره دي كانت تفرق جدا نتيجه الماتش دي حقيقة. طيب خلينا نسمع بيب جوارديولا قال ايه بعد الماتش ونرجع نكمل كلامنا. نيمار وميسي بي ندرك أنه من المستحيل السيطرة على ليونيل ميسي لتسعين دقيقة كاملة، لكننا لم نتح له العديد من فرص استلام الكرة، عاد بالطبع من الإصابة ولذلك احتاج إلى استعادة إيقاعه. أعرف حق المعرفة وأدرك أنه لا يمكن إيقافه عندما يندفع ويكون على مقربة من الكرة، ولهذا السبب عملنا على الحد من فرصة قيامه بذلك. أنا راض بالطريقة التي لعبنا بها. طبعا لقطه امبابي ميسي يمكن تكون اللقطه الافضل لبي اس جي على مستوى المباراه امبارح، اسيست بصراحه عالمي. ويمكن في نفس الموضوع ده كان على السوشيال ميديا امبارح بوست انيلكا نجم المنتخب الفرنسي قبل كده كان بيتكلم على، انت عارف طبعا طبيعي الاسماء الكبيره اللي موجوده في السكواد دي ممكن تخلق نوع من انواع النفسنه او التنشنه جوه اوضه اللبس، فكان بيتكلم عن الكا على فكره انه على ميسي انه يفهم ان هو قادم لبي اس جي وفيها نجم كبير زي امبابي، وعليه انه يفهم انه لازم يعني بلغه الكوره يخدم على 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 امبابي. رايكم في قصه انيلكا او تعليق انيلكا ده، وازاي شفتوا العلاقه بين الثلاثه نيمار ميسي امبابي دكتور وليد؟ شوف هو طبعا كلام انيلكا مفهوم، لان اولا هو فرنسي وامبابي هو رمز المنتخب الفرنسي او الكره الفرنسيه حاليا، وهو اللاعب اللي بيتم تجهيزه علشان ياخد مكان ميسي ورونالدو كوجه اول للكره في العالم وصاحب الكرات الذهبيه القادم، وده هو بيعدل كده انه يبقى لاعب تاريخي في تاريخ كره القدم. أيوة. فبالتالي الميديا الفرنسيه والنجوم الفرنسيين القدامى والمحللين الفرنسيين عايزينه يحطوه في هذه المكانه او في هذا الاطار. ده عكس تماما السياسه اللي اشترى بيها او قام بيها باريس سان جيرمان باستقدام ميسي، لان ميسي جاي وهو النجم صاحب 6 كرات ذهبيه وهو حامل الكره الذهبيه اخر كره ذهبيه، وتعود ان هو يكون يعني هو المتصدر المشهد، وهو لسه في عز ما يقدمه، بالعكس ده هو المرشح الاول للفوز بالبالون دور السنه دي، يعني الراجل لسه في عز مستواه. فهذه الفكره مش بقى بتخلينا نناقش مين يخدم على مين، هي بتودينا البعد ان فعلا في شيء ما بين التلات لاعبين والتلات نجوم. لان على الرغم من ان الهدف اللي كان مبابي عمل فيه اسيست عظيم جدا والتفاهم العظيم جدا لليونيل ميسي، لكن هذا التفاهم مش موجود طول الوقت، واضح ان في تفاصيل صغيره بين التلات لاعبين مش هتكون مخليه العلاقه بينهم الكرويه، خلينا نتكلم عن العلاقه داخل الملعب في افضل حالاتها دايما، لان كل لاعب من التلاته بيسعى انه يكون هو السوبر ستار وهو النجم اللامع والاول للفريق. نيمار ايجو هنا بيلعب لعبته بعنف يعني مؤكد وده شيء مقبول وكان لازم اداره البي اس جي تتوقعه. اذا قدر البوتشيتينو انه يسيطر على الرغبات الاحاديه الفرديه للثلاثي ده وقدر يخلق منهم الهارموني اللي المفترض يكون موجود في فريق جماعي لكره القدم زي ما كان في الثلاثي اللي كان في برشلونه ميسي سواريز ونيمار قبل كده، اذا قدر بوتشيتينو يعمل ده هنشوف فريق هجومي بهجوم لم نراه في تاريخ كره القدم، لانه فعلا عنده 3 اسماء لما تجتمع زي ما شفنا بتعمل حاجه عظيمه جدا. طيب في لقطه ناس كتير جدا شافت فيها تناقض من خروج ميسي من ارض الملعب والكلاش اللي حصل مع بوتشيتينو في مباراه سابقه، وبين ميسي وهو نايم على ارض الملعب امبارح. شفت طبعا اللقطه دي وفي ظهر الحيطه وهو نايم على الارض، وطبعا منظر بالنسبه لعشاق ميسي يعني اللي متابعينه بصرف النظر بيلعب فين كان منظر غريب جدا، وده ممكن يترجم على انه برضه يحسب لبوتشيتينو انه لما يكون في حاجه تخدم الفريق مهما كان وضعك مهما كانت نجوميتك لا لازم تنفذ الدور اللي مطلوب منك. اعتقد ان دي واحده كمان من اغلى يعني حوادث الصد في التاريخ، هيكون واقف نيمار ومبابي وميسي في حيطه فالموضوع صعب جدا. انا شايف ان اللقطه دي عاديه في رايي كواحد متفرج للكوره، شايف ان اللقطه عاديه. طبعا احنا اتعودنا على ميسي الحيطه دي متكلفه كام بالظبط. اعتقد ان اصلا موضوع ان اللعيب ينام تحت الحيطه دي اتعمل بسبب ميسي، بسبب الفاولات اللي كان بيلعبها ميسي. فاحنا دلوقتي بس لسه مش متعودين، وميسي نفسه اعتقد لسه عنده شويه شوك كده ان انا اتغيرت، انا بقيتش لابس تيشيرت برشلونه، ابيت في نادي مختلف. ولكن في رايي كروان عادي جدا. اول حاجه ميسي قصير تحت ال 170 سنتي، فمن المنطقي انه مش هياخد مكان في الحيطه، لانه من السهل جدا بتكون لاعب فريق مميز في الكور الثابته، عنده كيفن دي بروين وعنده رياض محرز،
فلازم على الاقل تعمل لهم احترام. فانا شايف ان كان من المنطقي ان يكون نايم تحت الحيطه. كانت ممكن تيجي من اللعيبه نفسهم انه مثلا يقول له لا بلاش بالظبط نفس التون انت ولكن يعني هي عادي. انا اعتقد ان حتى هذه اللحظه من المنطقي ان موريسيو بوتشيتينو يفضل يتعامل. بس خد بالك ان التوقيت برضو انا يعني في ناس برضو بتحلل تشوف بين السطور تقول لك ايه خلاص 90 ومش تفرق. انت في الدقيقه 90 وكسبان 2-0 يعني الموضوع خلصان والماتش بتاعك. فيعني هل كان يستدعي ولا كان في رساله معينه لابد ان احنا نوصلها؟ انا اعتقد انه بشكل عام يعني انا في اي فريق دايما بدعم المدير الفني مهما كان عندي نجوم مين، لانه في الاول وفي الاخر هو اللي دايما بيبقى مسؤول. وهو بصراحه عنده تحدي صعب فعلا. فكره الهارموني ما بين كل سوبر ستارز دي موضوع مش سهل، ولكن لو ميسي بيعملها من اجل الفريق فده شيء ممتاز ويحسب له. وان كانت كنت برضو انا يعني بحب اشوف ميسي كده، لكن كرويا هي اكتر من عادي بالنسبه لي. تعال نشوف زي ما شفنا وتابعنا جوارديولا قال ايه، تعال نشوف بوتشيتينو مدير الفني لبي اس جي قال ايه بعد المباراه واتكلم ازاي كمان عن ميسي. Bueno, cuando los resultados positivos llegan, siempre hay se tiende a destacar, ¿no? Lo bueno. هناك نزعة للتحدث عن النواحي الإيجابية عندما تحقق نتيجة جيدة. نحن بالطبع سعيدون بالنصر وبهذه النقاط الثلاثة التي وضعتنا في مركز جيد جدا في المجموعة يساعد جهودنا لأجل التأهل. أنا سعيد لأننا أدينا مهمة عظيمة في الفترات من المباريات التي احتجنا فيها لبناء الهجمات، وسعيد أيضا بنجاحنا بالعمل بالصورة الصحيحة اعتمادا على أداء جماعي في الفترات من المباريات التي عانينا فيها بسبب ضغوط مانشستر سيتي وهيمنته على الفعاليات. وأفلحنا بفضل المهارات التي يتمتع بها فريقنا في الهجوم بشكل جيد وسجلنا هدفين ممتازين. أنا سعيد ويجب علي تهنئة اللاعبين، فكما قلت في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة إن هذه المباريات تابعة للاعبين وهم يستحقون كل إشادة. شهدت ولسنوات عديدة ليونيل ميسي يسجل أهدافا دائما للفريق المنافس، ولذلك آسف يحق لي الاحتفال لتسجيله هدفه الأول لفريقي. يعني انا بشوف بالاضافه لنتيجه الماتش والاثنين صفر اللي كسب بيهم البي اس جي في مكسب مهم جدا لا يقل عن نقاط المباراه، وهو فكره ان يبقى عندك الثقه انك انت فريق قادر ينافس وقادر يحقق البطوله، بما انك انت قادر تكسب فريق زي السيتي اللي بيعتبر يعني مش هقول اقوى لكن واحد من اقوى فرق اوروبا. شوف هو امبارح ما تضحكش كده يا دكتور وليد. انا متفق يعني بس بتكلم على جوارديولا. ما خد بالك انت لما يبقى عندك سكواد ما فيهوش السوبر ستارز زي نيمار وميسي وامبابي، فريق اكبر نجم فيه ممكن نقول دي بروينا او جريليتش، وتقدر تسيطر في بره ملعبك على فريق بحجم البي اس جي وتحطه تفضل في الركن كده، ده معناه انك انت فريق اكيد كبير جدا. هو رياكشن جوارديولا بعد المباراه هو ما كانش غضبان قوي وما شربش ميه كتير، فده دليل ان هو ما كانش يعني زعلان قوي لان فعلا السيتي عمل مباراه كبيره. لكن هي المشكله اللي احنا لو تتذكر واحنا بنتكلم وبنقدم الدوريات وبنتكلم عن الميركاتو اتكلمنا فيها، قلنا ان فكره المهاجم الصريح الكلاسيكي هو المركز اللي هيبقى فيه مشكله كبيره عند مان سيتي، لان الاعتماد على لاعب زي رحيم ستيرلينج او جريليش انه يلعب راس حربه وهمي ده مش دورهم وما بيعرفوش يعملوه بالشكل الامثل. وبالتالي كل هذه السيطره امبارح دوناروما انقذ 8 فرص محققه، كان واحد من نجوم المباراه 8 فرص محققه ده يعني بفورمه اليورو لسه. دوناروما ماشي بفورمه اليورو رغم انه ما لعبش ماتشات كتير السنه دي، وكان في تنشنه برضه يعني كان متوتر انه مش بيشارك طبعا لان هو حاسس ان المباراه دي لو ما كانش عمل فيها اداء كويس كان ممكن تاثر على تواجده. لكن ناخد الاحصائيات الدكتور وليد سريعا. الارقام واضح جدا ان هي بتصب في صالح السيتي. النتيجه طبعا باريس سان جيرمان 2-0. الفرص الصحيحه السيتي ليه 7 فرص ولا فرصه منهم طبعا تم تسجيلها او تحويلها لاهداف، لكن من 3 فرص فقط باريس سان جيرمان قدر يحرز هدفين. نسبة الاستحواذ 57% 43% لصالح مان سيتي، ماشيين في نفس الإطار. العدد التمريرات 583 تمريرة لمانشستر سيتي منهم 505 صحيحة بنسبة 87% في مقابل 507 كتوتال تمريرات للبي اس جي منهم 444 تمريرة صحيحة فقط. عدد التصويبات 15 تصويبة للسيتي على المرمى منهم 7 ما بين الثلاث خشبات في مقابل 5 تصويبات بس منهم 3 بين القائمين والعارضة للبي اس جي.
24 عرضية لمانشستر سيتي مقابل 3 عرضيات للبي اس جي، والركنيات 10 مقابل 2، يعني وكان يعني سيطرة مطلقة. كان السيتي بيلعب واتفورد مثلا او بيلعب نورويتش، سيطرة مطلقة. هي بس النقطتين المهمين فنيا سريعا، أيوه. السيتي متأكد ان جوارديولا هيبدا يا اما يحاول يوظف لاعب كراس حربة، يا اما هيشتري في يناير راس حربة صريح. و باريس سان جيرمان ما كانش فيه دفاع تماما من الثلاثي الامامي، وبالتالي اي مباراه مش هيكون حظه فيها بنفس حظه امبارح، واي مواجهه صعبه هيكون فيها خطوره دفاعيه للبي اس جي. ارقام ميسي سريعا يا مين. ميسي لعب 98 دقيقه لغايه دلوقتي او في ماتش امبارح، جاب جون واحد من تصويبه واحده على المرمى. عدد التمريرات بتاعته 49 منهم 43 صحيحه بنسبه 88%، ولعب مراوغه واحده في المباراه وكانت صحيحه. يمكن ميسي امبارح ما ظهرش كتير، لكن كالعاده لما بيظهر بيبقى اخطر في الملعب. هي يمكن لقطه الجون هو الهدف الهدف اللي احرزه الثاني، هو يمكن اللقطه الوحيده اللي ظهر فيها ميسي. يمكن هو في اول ثلث ساعه كان شويه بينزل وبيسقط وبيحاول يدافع، لكن طبعا مش هينفع تستمر كتير مع ميسي انه بيدافع. ونفس كلام دكتور وليد انه بوتشيتينو كنا دايما بنتكلم دي المشكله الاساسيه، هو مدير فني بيحب فكره الضغط العالي، وان اول ثلاثه عنده هم اول جزء في منظومه الضغط. كمان بتكلم على الخط الهجومي، هو اول خطوط الدفاع هو خط الهجوم عنده، وده شيء ما اعتقدش هيعرف يطبقه قوي بوجود ميسي ونيمار ومبابي، فده لازم نكتشف الدنيا تمشي معاه ازاي. طيب نشوف لقطه الهدف بتاعت ميسي سريعا، معانا وقت نشوفها. طبعا ده تحرك ميسي، هو بدايه في الوقت اللي كان السيتي بقى بيهاجم فيه، هي عايز يعوض. هي دي الخطوره الحقيقيه اللي ممكن يشكلها باريس سان جيرمان واللي اتفسرت امبارح، هي الخطوره الفرديه، استغلال مجموعه المهارات. شفنا طبعا انطلاقه ميسي والربط العظيم اللي عمله مع امبابي، وكان فيه الحقيقه اكتر من مره بيحصل تبادل مراكز بين الثلاثي في مباراه امبارح، يعني شفنا امبابي في الناحيه اليمين اوقات كتير وفي الناحيه الشمال، وكذلك نيمار ميسي كان بيدخل للقلب اوقات كتير. شفنا بقى اللينك اللي عمله ميسي مع امبابي، طبعا ذكاء عظيم جدا من الاثنين لعيبه، المهاره ازاي تتوظف وازاي تتوظف الجوده والكواليتي ان هي تخدم الفريق في الاخر. فهذا الربط اللي اتعمل، طبعا الاسيست بتاع مبابي هيئها لميسي، ميسي في هذا المكان لا يخطئ اكيد طبعا. وتسديده كان منها هدف ثاني، هدف قتل المباراه. اللقطه اللي كان كل جماهير ميسي وكل جماهير باريس سان جيرمان منتظرينها هو الهدف الاول، ما احلى من هدف طبعا قدام السيتي وقدام جوارديولا وعلى حديقه الامراء. بدايه اتمناها طبعا بما اني محب وزي اي حد في العالم بيحب هذا اللاعب ليونيل ميسي، اتمنى تكون بدايه العوده للمستوى. طيب فاصل ونرجع سريعا نقفل ماتشات امبارح عشان نتكلم مع حضراتكم ومع ضيوفنا طبعا في السادسه على ماتشات النهارده ومواجهات قويه وناريه في تشامبيونز ليج، بس بعد الفاصل في السادسه. طيب نروح بقى الماتش اللي تابعه برضو المصريين امبارح، واللي كان فيه الحقيقه ابو صلاح متالق واحرز هدفين يوصل بيهم رصيده في التشامبيونز ليج ل 30 هدف، وده رقم كبير، رقم قياسي. ده يعني ماشي الحمد لله مع ابو صلاح كويس جدا، ونتمنى انها تكمل كده، يعمل كده يكسر رقم قياسي، يعمل كده يخش في اساطير ليفربول. هنتكلم مع حضراتكم على بورتو وليفربول ونشوف راي دكتور وليد ومينا في ماتش امبارح. طبعا اللي يهمنا في القصه كلها طبعا صلاح وتالق واحرازه لهدفين، اعتقد يفرقوا معاه كتير جدا على مش بس في البطوله دي، لكن على مشواره مع الاكثر من ناجح الحقيقه مع ليفربول. هو طبعا انا كنت يعني ببص للمباراه دي تحديدا، كنت اتمنى محمد صلاح يتالق فيها، لان القرار السابق ليها بتعيين 6 كباتن لليفربول لم يكن من بينهم محمد صلاح، 3 من اختيار كلوب الاقدميه و3 من اختيار اللاعبين. انا كنت منتظر رد فعل صلاح، لان صلاح كان عنده مشكله سابقه بخصوص الموضوع ده، فكنت اتمنى انه يفصل ما بين رغبته الشخصيه وادائه في الملعب، وده اللي حصل بالفعل. خلينا نسمي صلاح هو يعني رجل السكند بول، لان صلاح وصل لمرحله من الذكاء في التمركز والتحركات والمتابعه والتوقع، الحقيقه مرحله انا الحقيقه معجب بيها بشكل كبير جدا، لان معظم اهداف صلاح بدات بتبقى من متابعات ذكيه لكور مرتده او لاخطاء مدافعين، ودي مش اي لاعب يكون عنده هذا الحضور الذهني. اتمنى لو معانا اللقطات بتاعت الاهداف بتاعت صلاح، لان زي ما قلت لك مش اي حد في العالم دلوقتي بيعرف يعمل ده بالقدره اللي بيعملها محمد صلاح. طبعا تكتيك ليفربول ليه دور في الموضوع ده، والتحركات بتاعه اللعيبه والتوزيع الهجومي للثلاثي لما بيلعب ساديو ماني وجوتا او فيرمينو مع محمد صلاح وكمان تكمله هيدرسون، الحقيقه توزيعهم كلوب بيعرف يتحكم فيهم بشكل كويس. ملعب بورتو واضح انه بقى من الملاعب اللي وشها حلو، حتى صلاح قال لك احنا عايزين نبدله بالانفيلد، ويعني من الملاعب الحقيقه اللي اجواءها حلوه قوي ملعب بورتو. ما
تختلفش ابدا عن ملعب انفيلد. انا كان ليا الشرف ان انا زرت الملعب ده في دوري الامم الاوروبيه في 2019، ملعب ممتع جدا رغم انه مش ضخم ومش كبير، لكن اجواءه ممتعه ويتلعب فيه كوره زي ما احنا شايفين. ده الهدف الاول. ازاي محمد صلاح واقف متوقع الخطا، متوقع ان الكوره تجيله، اي لاعب تاني كان ممكن. في ناس بتشوف موضوع التوقع ده شيء سهل، مع انه ده شيء في منتهى الصعوبه. ده عايز تستنى الخطا، ده تركيز متواصل، تمركز في وتحرك جوه الملعب صح. ده الهدف الاول طبعا، ده جزء من الثانيه انك انت تتوقع خطا في جزء من الثانيه، تبقى واقف في نفس الحته اللي الكوره ممكن تجي لك فيها. طبعا الجون الثاني كمان بقى اللي هي المهاره المعتاده من محمد صلاح. كورتيس جونز اولا طبعا ليه كريديت كبير جدا في الهدف، لانه هو اللي عمل الضغط، هو اللي قطع الكوره وانطلق في المساحه الفاضيه. ده الهدف الثاني طبعا. ده الهدف الثاني ليه، تحرك محمد صلاح وازاي فتح لنفسه المساحه. استلم ومن السكند تاتش على طول سدد. طبعا هزيمه كبيره على بورتو لسيرجيو كونسيساو، بالحقيقه عامل فرقه كويسه جدا، لكن ليفربول برضو قوة هجومية لا يستهان بيها دلوقتي في أوروبا. ليفربول لما بيلعب بدون إصابات بيبقى خطر على أي فريق ومرشح دايما أنه يكمل. مشكلة ليفربول الوحيدة هذا الموسم هي الدكة اللي مش مدعمة بشكل كافي، وأي إصابات هتلحق بالسكواد الأساسي ليفربول هتعمل مشكلة ليورجن كلوب. طيب بفكركم بسؤال الحلقة النهاردة على السوشيال ميديا، أنتم مع بعد التألق طبعا الملفت للنظر الحالة اللي عايشها صلاح مع ليفربول من أول ما انضم ليه لغاية النهاردة، هل أنتم مع استمراره في ليفربول ولا بتروا أنه صلاح عليه أنه يرحل ويبحث عن تحقيق مجد جديد، خصوصا أنه في فرق النهاردة ممكن تبقى محتاجة زي ريال مدريد اللي بيعاني مثلا؟ هل تتمنوا تشوفوا صلاح مع فريق زي ريال، زي بايرن ميونخ، زي برشلونه؟ منتظرين اجاباتكم، وهنستعرض جزء من الاجابات دي مع ضيوفنا وناخد رايهم برضو في السؤال ده، بس بعد ما نروح نشوف يورجن كلوب قال ايه بعد المباراه. كانت البدايه صعبه، اذ يبدو ان فريق بورتو شهد مباراتنا ضد برينتفورد، وبدأ المباراة بلعب مباشر، ولهذا السبب لم أرد إجراء أي تغيير، لأنني أردت أن يعثر اللاعبون على حل لهذه المشكلة على أرض الملعب، وهذا ما فعلوا، ولعبنا بشكل جيد بعد ذلك. لم نستغل الفرص الكبيرة التي سنحت لنا، لكننا سجلنا هدفين من نصف فرصتين، لكننا لعبنا بصورة جيدة. طيب هستعرض مع حضراتكم جزء كده من رأي الجمهور في قصة استمرار صلاح مع ليفربول من عدمه، ونبتدي مثلا بآية رمضان. محمد صلاح الأفضل لأنه يستمر في ليفربول، ما شاء الله مباراة مباراة بيسجل أهداف ويكمل مشواره مع ليفر وربنا يوفقه. عرف محمود الأفضل أن هو يروح ريال مدريد ويستمر على الإنجازات، أكيد طبعا يستمر. ده يوسف حسن. إبراهيم الشاي بيستمر لأنه كل ما يستمر بيحقق أرقام قياسية وده أفضل ليه لفرقته، ده إيجيبشن كينج. في رأي تاني بيقول ده من عمر علي، الأفضل أنه يستمر مع ليفر. بعيدا عن أي سؤال، أنا مش فاهم ليه الحملة معمولة. طب أنا هخلي ده بعدين لأنه ده بره الموضوع. نفسي أشوف صلاح في برشلونة، ده علي عثمان أو الريال، ولو زنقت خالص هيجي الأهلي. محمود عطية بيقول لا، المفروض يرجع يلعب في واحد من أندية الدوري الممتاز. طيب هاخد رأيكم في الموضوع ده، لأنه الحقيقة برضو دايلما كبيرة جدا، تقدر تحقق إنجازات كبيرة جدا مع ليفر، خدت مكانتك، خدت وضعك، كسرت عدد كبير جدا من الأرقام القياسية، ومش ببالغ لو قلت أنه بقى واحد من أرقامات النادي، ولا تفكر تحقق في مجد جديد في فريق تاني؟ هيكون ده سؤالي لحضراتكم بس بعد الفاصل. طيب اغلب الاراء اللي جات لنا على سؤال حلقه النهارده، صلاح يكمل ولا ممكن نشوفه مع فريق تاني؟ الجمهور المصري كله اغلبه بيتكلم على انه لا، صلاح يستمر مع ليفربول، حاله الانسجام، المكان اللي وصل لها، المشوار الناجح، تقول انه يكمل مع ليفربول. الاصوات القليله او يعني الاستثناء من القاعده بتقول انه لا، عايزين نشوف صلاح في الدوري الاسباني مع واحد من الكبيرين، اما ريال مدريد او بارسا. في كلمتين، مينا يستمر؟ شايف صلاح انه يكمل ويفنش في ليفربول، ولا ممكن يبتدي او يصنع مجد جديد في مكان تاني؟ انا اتمنى يفضل في ليفربول. صلاح بيتحول لايكون في الدوري الانجليزي بالنسبه لي. انا حلمي اشوف واحد من التوب 5 هدافين في تاريخ البريمير ليج. تمام، سهل طبعا تبقى اسطوره في نادي اوروبي، وما بالك ان ليفربول يعني يجيد تلميع وصناعه اساطيره. لازم يستمر طبعا ويحافظ ويدعم ارقامه زي ما مين قال، يفضل الواحد ممكن جدا انه يبقى اهم لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي لو كمل وكمل مسيرته لسن متقدم. اتمنى ان ده يحصل ان شاء الله. بمناسبه الهدفين امبارح، هو الحقيقه تقدم في ترتيب الهدافين الافارقه على مستوى بطوله الشامبيونز ليج، يعني هو طبعا دي دروجبا بيحتل الصداره. فرق
16 جون 44 جول تقريبا، وبعد كده بيجي صامويل ايتو ومحمد صلاح، او محمد صلاح 31 صامويل ايتو الثاني والثالث. طيب نقفل ماتش ليفربول بورتو بالارقام يا مينا. تمام، النتيجة امبارح طبعا 5-1 لليفربول قدام بورتو، 9 فرص منهم 5 تحولوا لأهداف ليفربول مقابل 3 واحدة بس منهم لبورتو. نسبة الأهداف المتوقعة والإكس جي 2.8 ليفربول قدام 0.62 لبورتو. الاستحواذ 64%، فده طبعا في أفضلية بالنسبة لليفربول قدام 36% لبورتو. تمريرات 647 تمريرة منهم 569 مظبوطين أو صح ليفربول بنسبة 88%. الناحية الثانية بورتو 317 منهم 259 بنسبة 82%. تصوبات 20 ليفربول 13 على المرمى، 6 بورتو 3 على المرمى. العرضيات 8-8 وركنيات 4 ليفربول 2 بورتو. طيب نروح لأرقام صلاح دكتور وليد. طبعا صلاح يعني بعد ما اطمن للنتيجة يورجن كلوب بدله، لعب 67 دقيقة فقط، أحرز هدفين وصنع فرصة واحدة وصوب تصويبتين، هو بنسبة نجاح 100%، التصويبتين راحوا أهداف. مرر 22 تمريره صحيحه من توتال 25 بنسبه نجاح 88%، وراوغ مراوغتين صحيحتين من اجمالي 4 مراوغات صحيحه بنسبه نجاح 50%. طيب قبل ما نتكلم على ماتشات النهارده واسمع تعليق سريع على ماتش او على مفاجاه الريال وشارف امبارح، خلينا ناخد معاكم جوله، وبما ان احنا ختمنا كلامنا بورتو وليفربول بالكلام عن صلاح، ان احنا ناخد جوله الجي بي اس مع حضراتكم النهارده ومع المشاهدين، نتابع اخبار المحترفين المصريين في مختلف ملاعب العالم. وخليني اقول لحضراتكم انه عنوان جي بي اس النهارده هو ان الاسبوع ده ما كانش الالطف لمحترفينا في مختلف الملاعب ومختلف الدوريات باستثناء صلاح وحجازي وعمر مرموش. اعتقد انه في مستوى او في حاله تراجع لمستوى اغلب اللاعبين المحترفين. تعالوا نبدا مع حضراتكم فقره جي بي اس، وطبعا مع وجود دكتور وليد الحديدي ومينا ماجد معانا في الاستوديو، نسمع ونتابع اخبار المحترفين المصريين. البداية من انجلترا طبعا مع نجمنا المتألق المتوهج محمد صلاح، قنبلة بتنفجر الحقيقة في ملاعب وبتتفجر في ملاعب انجلترا. محمد صلاح شارك لمدة 67 زي ما دكتور وليد كان بيقول 67 دقيقة في ماتش فرقته قدام بورتو في دوري الأبطال، واللي انتهت بالفوز 5-1. معدل تقييم صلاح خلال الماتش كان 8.3 درجة وفقا لسوفا سكور. سجل هدفين من محاولتين على المرمى ونجح في تمرير 22 كرة صحيحة من أصل 25 بنسبة نجاح 88%. سام مرسي الحقيقة يمكن بيلعب مع إبسويتش تاون، وللأسف زي ما قلت لحضراتكم معظم محترفينا إما ما شاركوش لأكتر من سبب، لكنه سام ما شاركش مع فرقته في ماتش الأخير أمام شيفيلد، وفرقة سام مرسي بتتراجع من المركز 19 في جدول الترتيب الليج 1 للمركز 21 برصيد 7 نقاط من 8 مباريات. سام بشكل عام شارك في ماتش وحيد في الكاس وتلقى في المباراة للأسف بطاقة حمراء. النني هارد لك يا مينا. السي يوسكا صحيح نسيت ابتدي الحلقة بكده يعني. طبعا النني ما شاركش في ماتش مع فرقته في الدوري الإنجليزي، المباراة اللي فاز فيها أرسنال على توتنهام بنتيجة 3-1 مع الرأفة، وده مش كلامي ده كلام مينا شخصيا. أرسنال حاليا في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 6 ماتشات، والنني شارك في مباراة وحيدة مع فرقته الأرسنال في الدوري الإنجليزي بمعدل 45. أسألكم وأقف مع النني شوية، هل شايفين الأفضل النني يكمل مع الأرسنال زي ما سألنا على صلاح وليفربول، ولا الأفضل النني يتحرك في حتة ثانية؟ يعني لو فضل الوضع كما هو عليه وهيبقى غايب طول الوقت بالشكل ده، اتمنى انه يشوف محطه اخرى في يناير، لانه لما عمل ده مع بيشكتاش رجع لمستواه ورجع فورمه ورجع ثاني اساسي مع ارسنال، قد تكون هذه المحطه تساهم ايجابيا يعني في رفع مستواه والعوده من جديد للوجه. مينا مش مختلف تماما كلام دكتور وليد، هو محتاج فرصه ومحتاج ياخد دقايق كتيره، لانه طريقه لعبه دلوقتي مش بتناسب طريقه قوي من كيل ارتيتا. اعتقد الرحيل في الفتره دي افيض له كمان في الفتره السنيه اللي هو فيها. طيب نروح للدوري السعودي وتحديدا نجمنا احمد حجازي، احد 3 لاعبين محترفين متالقين مع فرقهم الحقيقه حتى وان كان في الدوري السعودي، وبالمناسبه الدوري السعودي يعتبر من الدوريات الكويسه او اللي مستواها جيد. احمد بيلعب مع اتحاد جده السعودي، شارك في مباراه فريقه الاخيره كاساسي واللي لعب فيها اتحاد جده امام التعاون وانتهت بالتعادل بنتيجه 1-1. احمد مرر الكره 45 مره منهم 39 تمريره صحيحه بمعدل دقه بلغ 87%، معدل تقييمه خلال المباراه وفقا لسوفا سكور 7.1، وكان عنده القدره انه يفسد هجمتين خلال المباراه. تم اختياره في تشكيله الاسبوع
الاسبوع المثاليه او الافضل لمده 3 مرات في الدوري السعودي، واتحاد جده حاليا بيحتل صداره الترتيب برصيد 13 نقطه من 6 مباريات. نروح المانيا، وطبعا البدايه هتكون مع عمر مرموش، الوجه اللي بيتهيألي احنا قدمناه لحضراتكم في السادسه وتابعنا اخباره يوم بعد يوم. عمر مرموش بيلعب في شتوتجرت الالماني، شارك اساسي في مباراه فريقه الاخيره امام بوخم في الدوري، والمباراه دي انتهت بالتعادل السلبي. معدل تقييمه وفقا لسوفا سكور 7.2 درجه، مرر الكوره 25 مره منهم 18 تمريره صحيحه بنسبه دقه 72%، ونجح في تحقيق 5 مراوغات صحيحه من 9 مراوغات، ونجح في الفوز بثلاث التحامات هوائيه من اصل 3، وانقذ فريقه من فرصة محققة. شتوتجرت بيحتل حاليا المركز ال 13 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من اصل 6 مباريات. وهقف مع مرموش واسالكم برضو سريعا رايكم في انضمامه لتشكيلة منتخب مصر، وفوق وتوقعكم لفرصته في المشاركة في مباراتي ليبيا اللي جايين. مشروع طبعا، مهاجم قادم في مركز احنا بنفتقد فيه لعيبة كتير في الكرة المصرية، واضح جدا من ارقامه والتقييم بتاعه انه عنده مهارات كتير، بيعرف يلعب في الهواء كويس، بيعرف يراوغ بشكل كويس، كمان عنده مشاركه دفاعيه محترمه. في هذا السن محتاجين يكون موجود يتعود على اسلوب لعب منتخب مصر، واعتقد انه زي ما قلت هو مشروع مهاجم اساسي قادم لمنتخب مصر. نتمنى نشوف لعيب بس الاضافه في تشكيله كارلوس كيروش. نروح لاحمد حسن كوكا اللي انتقل طبعا من الدوري اليوناني للدوري التركي، وبيلعب حاليا لفريق كونيا سبور التركي، شارك كبديل للاسف في الدقيقة 63 في مباراة فريقه الأخيرة أمام ترابزون التركي. معدل تقييمه في المباراة 7.2 من 10، معدل تمريراته في المباراة 7 تمريرات منهم 6 تمريرات صحيحة، التحامات الهوائية 2 بمعدل نجاح 100%. كونيا سبور حاليا بيحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من أصل 7 ماتشات. هنفضل في الدوري التركي، لكن هنروح المرة دي لمصطفى محمد مهاجم المصري اللي بيلعب في جلاتا سراي. والحقيقه انه على الرغم من بدايات مصطفى كانت قويه جدا الحقيقه مع جلاتا سراي، والكل توقع له انه يتوهج، بل توقع كمان انه ينتقل لدوريات اكبر، لكن الحقيقه المسيره شهدت تراجع. مصطفى محمد شارك لمده دقيقه واحده خلال المباراه الاخيره لجلاتا سراي وجوستيبي في الدوري التركي، المباراه دي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجه 2-1. وجلاتا سراي بشكل عام مستواه متراجع جدا نسخه الدوري التركي السنه دي، بيحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات. هنفضل برضو في الدوري التركي، ولكن المرة دي هنروح لكريم حافظ. كريم حافظ بيلعب في مالاتاي سبور، هو الحقيقة مصاب في الفترة الأخيرة، ما شاركش في المباراة الأخيرة اللي كانت أمام أنطاليا سبور، والمباراة انتهت بخسارة مالاتاي سبور بهدف نظيف. مالاتاي بيحتل حاليا المركز ال 17 في جدول الترتيب في الدوري التركي برصيد 6 نقاط من 7 مباريات. احمد ياسر ريان الحقيقه برضو كانت بداياته قويه جدا في الدوري التركي، لكنه للاسف احمد مصاب في الفتره الحاليه وما شاركش في فوز فرقته الاخيره على بشكتاش التركي، لانه طبعا بداعي الاصابه. التاي حاليا بيحتل مركز كويس جدا، بيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطه من 7 ماتشات، وبشكل عام احمد شارك في 3 ماتشات، سجل خلال الثلاث ماتشات دول هدفين. طيب دي كانت جوله في معظم الملاعب، وطبعا اهمها الدوري الانجليزي والدوري التركي اللي فيه اكبر عدد من اللاعبين المصريين المحترفين. يعني ما اعتقدش ان الارقام باستثناء طبعا صلاح اللي يعني بيمر بافضل حالاته هي الافضل بالنسبه للاعبتنا المحترفه بره مينا. دي حقيقه، انا اعتقد انه يمكن فعليا من التسع اسامي هيتم فلترة بعض الاسامي لظروف مختلفه، يمكن البعض عنده اصابات زي كريم حافظ، رغم ان انا بشوف كريم حافظ بمناسبه ليفت باك كويس، يمكن اتظلم لان اغلبنا كمصريين قيمناه من التجربه الاخيره في كاس الامم 2017. كان في الوقت ده برضو زي ما بنقول نزل في النار، كان قدام المغرب في ماتش عندنا اصابات كتيره وبيلعب على جبهه صعبه جدا، وهو لسه عنده 20 سنه في الوقت حرق يعني. بالظبط، يمكن السنه اللي فاتت كريم حافظ كان مقدم سيزون كويس جدا، عامل 9 اسيستات، كان اعلى توب اسيستر في الدوري التركي، فدي ارقام كويسه. انا برضه قلت عليه يمكن على عمر مرموش، ان اعتقد مع الوقت عمر مرموش هيبقى واحد من الاجنحه المفضله عند كارلوس كيروش مش سترايكر. طول الوقت كارلوس كيروش بيحب السترايكر اللي بيلعب فيه يبقى وينجر،
وحريف، لان ده كان بينفعه، ده يبقى شويه شبه نسخه علي رضا جهان بخش لما كان معاه في منتخب ايران. اعتقد ده اقرب نسخه مماثله ممكن نتفرج عليها مع عمر مرموش. بقيه الاسامي المعتاده يمكن حجازي بيستمر في تالقه مع محمد صلاح طبعا لا غبار عليه. يعني لو خدت الاسماء الصغيره في السن، عمر مرموش، احمد ياسر ريان، مصطفى محمد، شايف انه في حد فيهم عنده فرصه انه يكرر مشوار محمد صلاح ويتحرك من الدوري التركي لدوري اكبر، فريق اكبر؟ انا اتمنى ان كل واحد فيهم يكون نسخته هو، ما يحاولش يقلد محمد صلاح. اعتقد بتكلم على مستوى الاحترافيه، انت عارف يمكن في لعيبه في مصر مش بس في الجيل ده، في اجيال سابقه كان ممكن امكانياتها في الكوره تفوق محمد صلاح، لكن اللي وصل محمد صلاح للمكانه دي هي عقليته، قدرته على التاقلم واستيعاب فكر الانديه المحترفه، وبالتالي نجح مع اكتر من نادي مش بس ليفربول. يعني ما حدش يقدر يمكن تجربته مع روما كانت برضه اكتر من ناجحه. انا اعتقد في زعم ان الاسامي اللي موجوده مش شرط تبقى بنفس الاستمراريه. اعتقد محمد صلاح، انا شخصيا كنت مستمتع بان اتفرج على نسخ محمد صلاح المختلف. أيوة. يعني يمكن صلاح في بازل كان لعيب حريف جدا بس مش فينشر كبير. لما راح فيورنتينا اتحسن جدا بدنيا وابتدى يبقى اسرع شويه وابتدى يبقى عنده الفينشنج بيتطور. لما راح مع سباليتي تحول بشكل كبير بقى لعيب اسيستر اكتر، لعيب مع ليفربول انفجر. أيوة. اللعيبه دي قدامها فرص لكن محتاجه مدربين صح في اوقات صح مع انديه برضو يلعبوا فيها اكبر عدد دقائق ممكن. فده رايي. دكتور وليد، انا يعني متفق جدا مع حته المدرب، لان انا شايف واحده من اهم النقاط الفاصله في مسيره محمد صلاح مع كل اللي انت قلته طبعا، العقليه والمهاره اساسا الموجوده والسرعه والقدرات البدنيه والقدره على التكيف، هو المدرب اللي بيقدر يخرج افضل ما في اللعب. انا شايف سباليتي كان واحد من اهم الاسماء اللي غيرت مسيره محمد صلاح، باعتراف محمد صلاح نفسه يعني في بعض الحوارات السابقه، لو حظ لاعب زي عمر مرموش وقع في ايد مدرب بهذا القدر من القدره على تطوير اداء اللاعب وخصوصا اللعيبه الصاعده، اعتقد ممكن يقدم نسخه عظيمه جدا لمحترف مصر. طبعا احمد ياسر ومصطفى نفس الشيء، بس يمكن عمر مرموش طلع بدري عنهم شويه فعاش الاجواء بسرعه. اتمنى ان شاء الله تكون مسيره الثلاثه وكل لاعبينا المحترفين. طيب عشان نلحق نتكلم في ماتشات النهارده، عايز المفاجاه الصادمه، ريال مدريد شارف، ايه اللي حصل؟ يعني انا يعني لحد دلوقتي انا فرحان طبعا العالم كله يعني. وانا كمان العالم كله مش مستوعب اللي حصل، لان انت بتتكلم في نادي اول مره في حياته يلعب على هذا المستوى، لسه يعني من سنين قليله جدا تم انشاؤه، بيلعب في مولدوفا، ما فيش نجوم، المدرب مغمور، كل اللعيبه مغموره، يعني ما فيش اي مقومات ممكن تديك انطباع ان هذا الفريق ممكن يكسب ريال مدريد وفين وعلى سانتياغو برنابيو وفي دور مجموعات لدوري ابطال اوروبا، مش مباراه وديه. أنا عاجبني الشجاعة اللي لعبوا بيها، عاجبني الإيمان بالحظوظ، دي رسالة لأي نادي وأي فريق مصري بقى، بما إننا يعني بنحاول نربط الأمور، يا جماعة ادخلوا أي مباراة وأنتوا عندكم الإيمان إن أنتوا قادرين تكسبوا. لعب بتكتيك كويس، طبعا ريال مدريد هاجم لكن ما كانش بالشكل ولا كان بالشراسة الهجومية اللي احنا منتظرين عليها أسماء زي كريم بنزيما وفينيسيو جونيور اللي في قمة مستواهم هذا الموسم، هازارد طبعا، كاسيميرو، كل اللعيبة وحتى البدلاء، ده أنشيلوتي لما بينزل مودريتش وبينزل توني كروس وبينزل يوفيتش، يعني بتتكلم في سكواد كامل بهذه القيمه وهذه القدره وقيمه تدريبيه كبيره زي كارلو انشيلوتي وتخسر على ارضك، طبعا مفاجاه صادمه. زي ما اتكلمنا عن الشك اللي في باريس سان جيرمان، ريال مدريد كمان دخل هذه الدائره، لان الهزيمه دي ممكن تحول موسم ريال مدريد تماما، اما ايجابا ويبني عليها ويتلاشاها، واما سلبا ان شاء الله يكون سلبا. يعني احنا مع القرعه هنا يا مينا، لما اتكلمنا انت ودكتور وليد كل شيء متسجل، قلتوا لي انتر والريال وما كانش حد متوقع النهارده شريف متصدر بقى البريمو. هو على فكره مش بس فكره ريال امبارح فعلا يكسب شختر في اول ماتش، دي كانت مفاجاه. شختر فريق متمرس جدا في الشامبيونز ليج حتى، ولكن يمكن انا عشان كده بقول بحب الكوره عشان كده، يعني المجد اللي بيحلمه يعني. صحيح. يمكن حتى ان تشريف ده مش من مولدوفا، ده هم في بلد صغيره مقاطعه ما بين مولدوفا واوكرانيا. صحيح. يعني كلهم بيلعب في الدوري، بس اخذوه طبعا مولدوفا مش لاقيين حد. هو كل حتى لعيبته واخدها من اسامي ثانيه، كريستيانو وقدام التراوي مش لاقيين حتى اسامي ليهم، بياخدوا اسامي لعيبه ثانيه يعني، ولكن طبعا برضه على الورق مكسب خداع. على فكره خليني اقول لحضراتكم معلومه، انه في بعض اللاعبين اللي موجودين في فريق شرف تيراسول ده، ثلاث لعيبه تحديدا اتعرضوا على بعض الانديه هنا في مصر، والمدربين او مدير الفنيين المصريين قالوا ان هم لا يصلحوا يعني ان احنا نمضي معاهم عقود احتراف.
طيب ما علينا. طب نعدي الصدمة عشان ما ناخدش وقت كتير، وعايز اتكلم اكتر على ماتشات النهاردة. انا سألت دكتور وليد، سألت مينا في الفاصل هتتفرجوا على ايه النهاردة، لانه طبعا كل واحد بينشن على ماتش ويتابعه، ممكن يقلب ولا يتابع على الانترنت كده ايه اللي حصل في الماتشات التانية. دكتور وليد على الهوا، قدرت عند بنفيكا وبرشلونة يعني اعمل ايه، محدش بيهرب من قدر. بص انا يعني ما رضيتش ادوس في ريال مدريد قوي عشان عارف لا يحصل النهارده افرح يعني. طبعا بنفيكا بس ممكن لعيبه البارسا تحس انها لعيبه شرف في نفسها يعني، اذا كان شرف على المستحيل طب واحنا ليه ما نعملش ده كمان؟ ده حقيقي احنا اخرنا نلعب زي شرف الفتره دي. لا طبعا هي مواجهه مهمه جدا كومان بيعيشها. طب تسمحوا لي معلش قبل ما اخش في ماتشات النهارده، مهم كمان بما ان احنا اتكلمنا على الريال وشرف، نسمع كارلو انشيلوتي المدير الفني قال ايه بعد المباراه ونرجع ندخل في ماتشات النهارده. أشعر بما هو أكثر من القلق، إذ أشعر بالحزن. لعب الفريق مباراة مكتملة ولعبنا بقوة وعزيمة وإصرار، كبدتنا التفاصيل الصغيرة في الشوط الأول ومنتصف الشوط الثاني من رمية خسارة هذه المباراة، أدت العديد من التفاصيل الصغيرة إلى خسارتنا، ولم يسعفنا الحظ في لحظات، غير أن فريقنا هيأ عددا كبيرا من الفرص، وربما كان من الأقدر بنا أن نحسن الأداء في آخر 30 مترا، ربما أدى ذلك إلى نتيجة أفضل. من الصعب شرح سبب الهزيمة إذا وضعنا في الاعتبار أداءنا في المباراة. ندخل في ماتشات النهارده بقى، واعتقد انه في النهايه برضو الريال فرقه كبيره، وانشيلوتي مدير فني يعني من افضل المديرين الفنيين على مستوى العالم، هيقدر يلم نفسه يعني، ما تتوقعوش انه الريال ولا ايه يا دكتور؟ حصلت كمان السنه اللي فاتت كان بادئ سيء جدا في المجموعات، دايما بيبقى ليها حسابات ثانيه. نفس المجموعه بشرف بس مونشن جلادباخ، لكن هي كانت نفس المجموعه ولم نفسه في الاخر وصعب. طيب بنفيكا البارسا ليه؟ لان واحده من المحطات اللي مهمه جدا في استمراريه كومان، اللي كل مباراه بقى دلوقتي ايه بيقود البارسا مباراه بمباراه، اللي هو مستنيين هيكسب يكمل ولا هيخسر يمشي. طيب. هو الميديا في كاتالونيا وفي اسبانيا بقت بتتكلم بهذا المنطلق، وده الانطباع للابورتا واداره البارسا موصلاه، واللي كومان نفسه موصله بتصريحاته الغريبه اللي بقى فيها عصبيه زياده عن اللزوم. لازم برشلونه يحقق نتيجه ايجابيه، انا بتكلم عن مكسب مش بس تعادل، بعد الخساره على ارضه لازم يرجع تاني لاجواء، لان المجموعه مش سهله، وجود فريق زي بنفيكا دايما من الفرق اللي اولا عندها عراقه وتاريخ اوروبي، وثانيا من الفرق اللي بتلعب على ارضها بشكل كويس ودايما بتمتلك مهارات وبتطلع الشباب. لازم برشلونه يعمل نتيجه ايجابيه النهارده، والمباراه الثانيه اللي انا هتابعها طبعا بعد برشلونه هي القمه بقى، قمه تشيلسي ويوفنتوس. انت متوقع ان بنفيكا النهارده هيكتسح؟ انا ما زلت لا مش شرط يكتسح، انا متاكد هيعمل ماتش كبير. اول حاجه بنفيكا على ارضهم ممتازين، خورخي خيسوس مدير فني رائع انا بحبه جدا، وشفناه يمكن كمان كان ماسك الهلال السعودي، هو اللي عمل بيهم السكواد المرعب ده. في مشكله فنيه كبيره ان دايما البارسا عندهم مشكله في الفول باكين، الناحيه الثانيه بيلعبوا بلازارو وبيلعبوا بجريمالدو، اهم مفتاحين لعب بالنسبه لبنفيكا، عندهم اثنين سترايكرات يارموتشوك شفناه في اليورو مع المنتخب الاوكراني، ودارو نونيز المهاجم الاورجواياني واحد من احسن مهاجمين جايين في اوروبا، فيعملوا مشاكل كثيره النهارده. انا نسيت اسالك على هاري كين، ازاي وانا بتكلم على ارسنال وتوتنهام، هو ماله هاري كين؟ على فكره يعني غالبا من الاوفر بتاع المان سيتي الراجل دماغه لفه، مش هو هاري كين. هو دلوقتي الجمهور الانجليزي بيتريق عليه، مسمينه على نفس نغمه جيمس بوند ال 007، هم عاملينه هاري كين 007، زيرو جول زيرو اسيست سبع لمسات جوه البوكس، بيتريقوا عليه في انجلترا. هو الفكره كلها انه طبعا كديربي لا طبعا ارسنال يستحق الفوز بفرق كبير، حتى نونو سانتو تصريحاته كانت بعد الماتش يعني محبطه، ان انا غلطتي انا ما عملتش حسابي بالماتش. ولا تتوقع ان هو بيعاقب اداره توتنهام على ان هم ما سابوهوش يمشي زي ما وعدوه قبل انا مش مقتنع قوي بالنقطه دي لسبب واحد، لان عقليه هاري كين مش كده. اول حاجه هاري كين دي ارقامه يا مينا، ارقام هاري كين عارفها، هداف الدوري الانجليزي عارفها ومتضايق الاخير، واحد من المفترض افضل هدافين في العالم، اعتقد واحده من اسوء انطلاقاته بشكل عام حتى في البريمير ليج. ولكن برضه خليني اقول مش عايز ادافع عن هاري كين، هو لسه في مشاكل كتير، لكن المنظومه كلها مش بتخدمه، وطريقه اللعب لغايه دلوقتي مش واضحه خالص مع نونو سانتو. ولا يكون يعني ما اشك انه حد بحجم هاري كين يكون بيعمل ده عشان يدفع اداره توتنهام انها تسيبه في بالمناسبه دانيال ليفي مش هيبيع هاري كين حتى لو جاب جون في نفسه كل ماتش، حتى لو جاب جون في نفسه. انا بتكلم بجد على فكره، انه يعني دانيال ليفي راجل عنيد جدا، وهو شايف ان هاري كين هيستمر مع النادي ايا يكن، مستحيل يمشيه في يناير. والكلام كله كان طالع انهم بيحاولوا يجددوا عقد هاري كين، لكن بشرطين طبعا، انه هيعلي الويج بتاعه الراتب بتاعه، هيحط شرط جزائي، ده بقى النقطه اللي لسه هيكلموا فيها. لكن هاري كين لغايه دلوقتي طبعا لسه ما جاش، وفي مشاكل كتيره جدا جدا لازم يحلها. العلاقه دايما لازم تبقى وين وين يا دكتور وليد، شايف مستقبل هاري كين مع توتنهام، ولا شايف
هاري كين بتيشيرت نادي تاني كان مانشستر سيتي او اي نادي يعني. هو طبعا فكره انه يكون قاصد يظهر بالشكل ده، الكلاس ده من اللاعبين البروفيشنال كده. ما بيفكرش كده، لكن احنا كلنا لكن بشر، لكن وارد انه حالته النفسيه طبعا ممكن تاثر على لعيب الكوره في الاخر مهما كان مستوى الاحترافيه بتاعه، الحاله النفسيه بتاثر. انا شايف ان استمراريه هاري كين مع توتنهام مش هتكون مفيده للطرفين، يعني الافضل لتوتنهام انه يبيع هاري كين سواء بقى في يناير او في نهايه الموسم بمبلغ محترم يقدروا يعوضوه مهاجمين تانيين، وهو يشوف بقى محطته القادمه، لان هاري كين بقى بيفكر دلوقتي في جوائز فرديه وفي انجازات جماعيه، راجل بلا بطولات مع هذه القدره. السنه اللي فاتت عمل كل حاجه، وعلشان هو مع توتنهام وما خدش بطولات ما بقاش احسن لاعب في الدوري الانجليزي، ولا محطوط في ترشيحات بالون دور ولا افضل لاعب في العالم، وبالتالي هو حاسس ان في حاجه ناقصه في مسيرته. عايز لقب، طبعا هو كسب لقب مره، اخذ الاودي كاب البطوله الصغيره. دكتور وليد بنفيكا بارسا، انت ايه النهارده يا مينا؟ انا مانشستر يونايتد فياريال. يا جماعه وتشيلسي ويوفي ده مين هيتفرج عليه؟ ماتش عظيم برضه، بس في شويه غيابات كده عندهم دي برضه هتاثر، لكن انا بصراحه مستني مانشستر يونايتد، لان انا عندي مشاكل شخصيه مع سولشاير كل اسبوع افضل اقول، ومنتظر الاقاله بصراحه. ممكن اثنين يطيروا النهارده، سولشاير مع كومان. ممكن مع كومان يطيروا. لا سولشاير بجد الماتش بخلاف اي شيء ماتش مهم، ان اشوف يعني الرد الفعل بتاع مانشستر يونايتد، وفي نفس الوقت يوناي امري بقى بيعمل فرقه محترمه جدا جدا. النهارده برضه تحدي صعب، لان مانشستر يونايتد عندهم غيابات كثيره جدا في خط الدفاع، وان بيساكا موقوف، لوكشو مصاب، ماجواير مصاب، هيبقى في مشاكل. والناحيه الثانيه حظه كويس برضه سولشاير ان في اصابات كتيره، جير مورينو مش موجود، سامويل تشيكويزي مش موجود، فالدنيا 50-50، بس هو ماتش حلو نتفرج عليه. طيب المباراه تتوقع انها تكون مفاجاه الشامبيونز ليج النهارده، او المباراه تتوقع انها يبقى فيها بصرف النظر عن اسماء الفرقتين يكون فيها كره ممتعه؟ يعني هو ما اعتقدش باقي المواجهه، بايرن ميونخ يعني مواجهته محسومه طبعا، بقيه المباريات مش يعني مش هتكون ممتعه فنيا بشكل كبير، كلها شبه محسومه، لكن هي طبعا المواجهات هي المواجهه الابرز اللي احنا منتظرينها، المفروض يكون فيها النديه الاكبر هي مواجهه تشيلسي يوفي. نجم الشامبيونز ليج لغايه اللحظه دي مين النجم الابرز من وجهه نظرك يا مينا؟ كريم بنزيما. كريم بنزيما، كريم بنزيما كمان امبارح كسر رقم جديد 17 سيزون على التوالي بيحرز في دوري الابطال. كريم بنزيما في رايي واحد من اهم اللعيبه في العالم. ودكتور وليد، هو بعد ماتش النهارده هيبقى ليفاندوفسكي اكيد، ليفاندوفسكي هو هيجيب سوبر هاتريك النهارده غالبا للهلال، فهيبقى هو اللاعب. ارجو انكم تستمتعوا بالماتشات النهارده، وان شاء الله الاربع اللي جاي يكون لنا لقاء تاني مع دكتور وليد الحديدي ومينا ماجد اللي بيشرفونا دايما في يوم السادسه العالمي. نورتوا الدنيا وشرفتونا. شكرا. واتمنى انكم كمان تستمتعوا بماتشات النهارده. اكيد وهارد لك مقدما يا دكتور وليد. يلا ربنا يستر. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل ان شاء الله على كل خير مع بدايه الاسبوع الجاي. تحياتي لحضراتكم.